مرحبا بي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. انا وليت لكم اليوم، انا جيتكم بطارت وزابريكو. هاينا غادي عندنا الاولى لاباط سابلي، عندنا 250 غرام تاع فرينه، عندنا 90 غرام تاع سكر رطب غلاسي، عندنا 150 غرام 125 عفوا 125 غرام تاع دهان، عندي حبه بيض وقرصه ملح. هذه بوغ لا بات. وهنايا عندي بوغ لا كريم داموند، باسكو غادي نعمرها بلا كريم داموند. دوك تشوفوا كلشي قدامكم. عندي 100 غرام تاع لي زاموند اون بودغ، شويه ما بودغ بودغ ما كونكاسي، وعندي 100 غرام تاع سكر كريستاليزي، 100 غرام تاع دهان بيغ، وعندي زوج حبات بيض يكونوا صغار هذا الحجم هكا، زيت دو سيترون، عندي سكر فاني، وعندي اروم تاع اللوز لي زاموند، وعندنا لي زابريكو. بعد غادي نغسلتهم ونقيتهم وناشفين، دوك نحلهم اون دي بعد نقيهم كاع وتشوفوهم قدام. نبدو بلا بات كيما قلت لكم، 250 غرام تاع فرينه نحطوها هنا هنا، صوف كلاصي درناه تاني، والقرصة تاع الملح. انا عيني هي ميزاني غير كيما هاك. دروك غادي نصابلي لاباط تاعي غير مع الدهان والسكر كلاصي وديك القرصه تاع الملح، وقعد نصابلي فيهم هكا حتى نرد لاباط تاعي كعبيه صابلي مع الدهان. غير افيك لي دوا ماشي تعجنيها، شغل كي تقرصي فيها. دروك غاني نسيها هنا، دخلت كاع الدهان في لاباط في الفرينه تاعي مع السكر الكلاصي، غادي ندير عليها هذيك الحبه تاع البيض ونلم لاباط تاعي. فوالا هاي من لاباط تاعي، انا لميتها صاي ما قلت لكم. دوك غادي نديرها في الفيل اليمونتير ونخليها وماما نديرها في الفريجيدير حتى دي مينيت ولا، ونخليها شويه تشد روحها. نولي لكم بعد ان شاء الله. راني وليت لكم لاباط تاعنا، وجدناها صابلي درتها في الفريجيدير. نوكم بعد نجيبها نوري لكم، نورقوها ونديروها في البلاط تاعنا اللي غادي ندخلوه الكوشه. دروك غادي نصنع لا كريم، لا كريم داموند اللي قلت لك غادي نديروها. نعاود لكم لي زانغريديون لي ميزور. درنا 100 غرام هاينا تاع بيغ، 100 غرام تاع سكر كريستاليزي، هادو غادي نخدمهم مليح. بسم الله. غادي نحبس نكملو لو غيست. غادي نزيدو السكر فاني ونزيد عليها شويه زيت تاع سيترون. زيدوا عليه شويه تاع اروم تاع اللوز لي زاموند، باسكو كي كريم داموند. انا غير شويه درت انا هنا باسكو هو ثقيل وقاطع. هنا ونعاود نخلط هذوك. دوك ندير البيض كيما وريتكم بليزيوغ فوا، فو دايما تحلوا البيض تاعكم ابار، تحليش ديريكت سوغ لا فارس تاعك ولا الكاطو، شوفي لا مشي خاسر ولا لا. نزيد الزوجة ندير عليها شويه
الروم تاع السيترون تاعي. Les amandes carrées. Voilà, tu lui fais. Elle dit crème d'amande. Vina, qui m'a goûté le con. خدميها مليح بالباتير بوندون 10 مينيت 5 ا 10 مينيت فوالا بون. ها هي لا باتيري انا ورقتها درتها في المول تاعي فاصون تورقيها نورمال لا بات سابلي. قالت لي شويه تاع لا بات درتها في 10 ميني تارتيلات. وهنايا هامينا لي زابريكو تاعي غسلتهم وحليتهم ونقيتهم بلعتهم لي نوايو. وهذه هنايا غادي نقول لك شوال هذه درت مغرف تاع دهان كويرة سوب ما هي كبيرة ما هي صغيرة موين في ام بتيت كاسرول ولا ام بتيت بوال مع شوية تاع اروم تاع لي زاموند تاع اللوز ديريه معاه وتخليهم قد ما يدوب ديري عليه داك الاروم تاع اللوز ديريه معاه كي يدوبوا تجيبيهم كمل هكا باش غادي من بعد نبانسي بهم لي زابريكو تاعي من الفوق. بون نبدو نعمرو مع الطخت تاعنا بسم الله. وانت الى عندك مول شويه كبير على هذا ديري لاباط اوليو اللي ديريها على ديري لي طخت لي ميني طخت لا ديريها كاين طخت وحده. هلا هاني عمرتهم لا كريم تاعنا دروك غادي نبدا ندير لي زابريكو تاعنا نديرهم كيما هكا. خلاص مو كيما تحبي سي با اوبليجي كيما راني بلاصي انا بصح انا اللي نوري لك يعني ندير انا فوالا هاني هاي بلاصيتهم هنايا قسمت الحبه اون دو ودرتها هنايا كاع درت نص نص. Ou pour les tartelettes, qui sont en quartier Amina. C'est le quart à la moitié. Voilà, Amina. Voilà, donc elle est le dernier de goutte. De où t'as fougé le gaz. Je suis à l'arôme de l'ousse. Amina, le dernier cas les abricots au rime le fou. Je mets une hargouliche. Le couchant. قاعد فوتي عليهم ومن بعد تدخليها للكوشه تاعك للفرن 180 pendant 25 مينوت. خليه يطيب على غرده بيان كوم يلفو ما تقلقيش عليه باش يطيب لك لاباط طيب مليح ولي زابريكو يطيبو تاني بيان ويجو شابين يجو كونفي بيان في لا طارت تاعك. هيا كي يطيب ان شاء الله نتلاقاو. فوالا هاي لا طارت تاعنا تاع لابريكو تاع بيت خرجتها عاملنا لي ميني تارت درتهم هادي حامية شوفيهم كيجو درت لها انا معليش ناباج درت الكونفيتور دابريكو بالفوق باسكو كي لاطار دابريكو درت لها دابريكو من الفوق حميتها شوية رجعتها ليكيد وطليتها كاع من الفوق بوخ هاديك لابغيونس. فوالا هادي هي جربوها وان شاء الله تنجحوا فيها. على البروشين والسلام عليكم.